عندك موهبة في أي مجال في الرياضة؟ هل اشتغلت على نفسك كثير ولم تجد فرصتك؟ نفسك في نادي يكتشف موهبتك وينميها؟ الآن انضم الابليكيشن ديتاكت وسوف تكون لاعب في أحسن الأندية وتصل لحلمك وتظهر موهبتك في مجال الرياضة الذي تحبه. ابليكيشن فرنسي مجانية فيه أشهر الأندية التي ستكتشف موهبتك، وكلما تسجل فيديوهات أكثر سيكون تقييمك أعلى وفرصتك ستكون أكبر. بتمارين وتحديات تستطيع عملها بأبسط الأدوات وأيضا الأندية والإيجنت. تستطيع أن تسجل معنا وتحميل فيديوهات وتمارين للاعبين لاكتشاف مواهبهم، وأيضا تستطيع أن تحدد لهم اختبارات وتختار الموهبة المناسبة. كل المطلوب منك أن تحمل الأبليكيشن وتسجل عليه وتظهر مواهبك. التحدي كبير وأنت ستكون كبير. أبليكيشن ديتكت، حلمك سيكون حقيقة. يا مساء الخير على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم النهاردة ندى خاطر ومحمد إسماعيل وندى الكيلاني في أولى حلقات برنامجنا كلمتين وبس. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله ندى، انت عامله ايه؟ ازيك يا ندى، عامله ايه النهارده؟ تمام الحمد لله، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. طبعا انا مبسوطه جدا النهارده اول حلقه لينا، وده كمان ان في اول في شهر رمضان الكريم، ومبسوطه جدا ان احنا مع بعض وان شاء الله نقدر نقدم حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا معانا النهارده الكاتبه الجميله المتالقه استاذه فاطمه المليجي. ازيك يا استاذه فاطمه، عامله ايه؟ اهلا ندى، مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله. طبعا النهارده نقدر نقول لجمهورنا ان احنا النهارده حلقتنا استكمال لحلقه سابقه كنت حضرتك معايا فيها، لكن معايا زمايلي الحلوين دول النهارده، حابه ان حضرتك ترحبي بيهم. اهلا يا محمد، مساء الخير. ازي حضرتك؟ ازيك يا ندى؟ اهلا بحضرتك. انا مبسوطه قوي قوي بالباقه الجميله اللي انا قاعده معاها النهارده. حضرتك كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. الحقيقه مصر بتعدي بمناسبتين احلى من بعض، المسيحيين بيعيدوا، المسلمين بيعيدوا، يعني مصر بحالها بتعيد. كل سنه وكلنا بخير. وحضرتك طيب. بخير يا رب. استاذه فاطمه، عرفينا بحضرتك اكتر وعرفينا عن طبيعه شغلك. ايوه هقول لك، فاطمه المليجي اسمي. شغلتي مدرسة لغة فرنسية، بدرس لغة فرنسية لجميع الطلاب، يعني ابتدائي اعدادي ثانوي. تمام. ده لاني عاملة دراسات بعد الليسانس بتاعي الحمد لله. كمان دلوقتي في الاونة الاخيرة بدأ يدخل علي لقب تاني اسمه الكاتبة. هو مش الشاعرة، انا مش شاعرة، حكاية الشعر دي سكة تانية خالص، موضوع تاني خالص، انا مش شاعرة يعني، بس كاتبة. ليه؟ لأن بكتب خواطر ممكن يبقى ليها قافية معينة، بيطلع صوتها حلو، شكلها حلو، فيقال علي أن كاتبة مش شاعرة. طيب ممكن أعرف من حضرتك، هل تدريسك للغة الفرنسية أثر على كتاباتك دلوقتي في اللغة العربية؟ تقصدي أثر سلب ولا أثر إيجاب؟ لا، أثر بالسلب أو بالإيجابي، الموضوع بتاعنا مفتوح يعني في الكتابات عموما. وأنت حضرتك بتكتبي، فأنا طبعا دلوقتي أنا مدرسة فرنش في المدرسة، فلما بكتب باللغة العربية هل ده بيأثر معايا؟ هو لو أثر يبقى أثر إيجابي. إيجابي طبعا، لأن اللغات عموما متكاملة مع بعض، اللغات بتكمل بعض، هي مش عكس بعض، مش متنافرة مع بعض. بدليل أنا في استقبال مرة عملت استقبال لضيوف كانوا جايين لي من جميع أنحاء المحافظة بتاعتي، وكان السادة المواجهين جايين ومدرسين أوائل. عملت استقبال باللغات الثلاثة مع بعض، إنجليش وفرنش وكمان عربي، وكان نال اعجاب كل الناس اللي سمعوه، لدرجه طلبوا مني نسخه خاصه كل واحد وهو ماشي عاوز صوره من الاستقبال الفريد اللي انا عملته ده، كان حاجه مختلفه فعلا. ده بيثبت ان اللغات هي متكامله، مش بتشتغل عكس بعض ولا ضد بعض. بالظبط. كمان في الكورال عامله اغنيه لطيفه قوي اسمها سوزان، واغاني كتير قوي هي باشتراك اللغه الفرنسيه مع العربيه. فأنا رأيي أن اللغات متكاملة لمصلحة العمل اللي أنت بتعملي، اللغة بتكمل بعضها علشان تدي إثراء للعمل اللي أنت بتقومي به، مش ضد بعض، هي مع بعض. تمام. طب حابين نعرف من حضرتك إيه أشهر الكتابات اللي كتبتيها في الفترة الأخيرة؟ أيوة، كتبت مؤخرا حاجة حلوة قوي عن مصر، أنا ما كنتش أعرف أن أنا أقدر أكتب في الجنب ده. تمام. يعني بصي، من اول ما بدات اكتب ليا ستايل معين في الكتابه، ما كنتش اعرف ان انا اقدر اكتب حاجه عن مصر. اللي سمعوها عجبتهم.
تمام. واتمنى تعجبكم. طب حضرتك ممكن تسمعها لنا بقى؟ ايوه هقول لك. كتبت حاجه اسمها مصر نكملها. يا مصر نيلك سكر مكر سكر مسكر، شعبك طيب شهدك مكرر، حيك شهيد وشهيدك حي، فين وعدوك ناكله ني، بيتك يا حلوه واسع كبير ويستعمل احباب كتير، اه يا امي وام الجدود، قناتك حميانه وسد السدود، والله بحبك وحب ارضك وترابك وبحرك وصيفك وشتاك وسحابك، والكباري والمتاحف والمساجد والكنايس، خير بيجري طول ما انت على الارض دايس، اطلبيني اؤمريني جنبك هتلاقيني، يا جيش يا عامل يا شرطي يا طالب وبحب ديني، يا مصر جربي واندهيني شوفي هعمل ايه، فداكي دمي وقلبي وعيني وزايد عليهم ايه، ابني ضنايا بدمه يحارب مستني على سؤالك يجاوب، يا غالية كملي المشوار، قطعي حطبك ولعي نار، سوي أكلك دفي ولادك كلنا بنستنى معادك، عيالك بتلعب مش خايفة في الحب والأمان ما هي شايفة، يا ليلة بيضة مصر أي ما تشد حيلها وإحنا نفرح معاها ونجدل لها ضفايرها، والقاهرة للعدا قاهرة للها ونهارها ساهرة، سهرانة تحمي شعبها وتطبطب عليه، تقول له يا ابني يا حبيبي نفسك في ايه، قال لي يما نفسي اكمل في امن وامان من غير خوف، انام في خيرك وابني في حضني بالعلم متغطي وملفوف، وبيتي يكبر ويزيد وخيرك علي يكفي ويفيد، يا مصر يا حلوة يا طاعه مأموريني، معايا سلاحي وابني وديني، وقمرك منور لكل الخلايق، سهرتنا حلوة وبالنا رايق، يا مصر لون عبايتك عاجبني، من قطنك يلبس ابنك وابني، واربع اسود شداد واقفين من زمان والباقي العمر مكملين، يا مصر يا راقية يا ست الدنيا، اسمعك تناديني انحني في ثانية، يا غالية صوتك في ودني بيقولي قوم، اشحن همة وكفاية نوم، ورانا شغل بنا وحطان وابواب، مشاريع جامدة لاجل ما يعيش الشباب، يا مصر عليك السلام ومنك السلام، يا حلوة فيكي أحلى عيشة وأحلى كلام، ما هو قالك زمان اللي يشرب ميتها حتما يرجع ياكل قمحها ويتضايف في بيتها. جميلة شعبها. نورتينا بجد حضرتك. شكرا والله. ميرسي ميرسي يا ندى. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل. عندك موهبة في أي مجال في الرياضة؟ هل اشتغلت على نفسك كثير ولم تجد فرصتك؟ نفسك في نادي يكتشف موهبتك وينميها؟ الآن انضم الابليكيشن دي تاكت وسوف تكون لاعب في أحسن الأندية، واتصل لحلمك وتظهر موهبتك في مجال الرياضة الذي تحبه. ابليكيشن فرنسي مجانية فيه أشهر الأندية التي ستكتشف موهبتك، وكلما تسجل فيديوهات أكثر سيكون تقييمك أعلى وفرصتك ستكون أكبر. بتمارين وتحديات تستطيع عملها بأبسط الأدوات وأيضا الأندية والإيجنت. تستطيع أن تسجل معنا وتحميل فيديوهات وتمارين للاعبين لاكتشاف مواهبهم، وأيضا تستطيع أن تحدد لهم اختبارات وتختار الموهبة المناسبة. كل المطلوب منك أن تحمل الأبليكيشن وتسجل عليه وتظهر مواهبك. التحدي كبير وأنت ستكون كبير. أبليكيشن ديتكت، حلمك سيكون حقيقة. عندك موهبة في أي مجال في الرياضة؟ هل اشتغلت على نفسك كثير ولم تجد فرصتك؟ نفسك في نادي يكتشف موهبتك وينميها؟ الآن انضم الابليكيشن دي تاكت وسوف تكون لاعب في أحسن الأندية، واتصل لحلمك وتظهر موهبتك في مجال الرياضة الذي تحبه. ابليكيشن فرنسي مجانية فيه أشهر الأندية التي ستكتشف موهبتك، وكلما تسجل فيديوهات أكثر سيكون تقييمك أعلى وفرصتك ستكون أكبر. بتمارين وتحديات تستطيع عملها بأبسط الأدوات وأيضا الأندية والإيجنت. تستطيع أن تسجل معنا وتحميل فيديوهات وتمارين للاعبين لاكتشاف مواهبهم،
وأيضا تستطيع أن تحدد لهم اختبارات وتختار الموهبة المناسبة. كل المطلوب منك أن تحمل الأبليكيشن وتسجل عليه وتظهر مواهبك. التحدي كبير وأنت ستكون كبير. أبليكيشن ديتكت، حلمك سيكون حقيقة. ورجعنا لكم بعد الفاصل في استكمال حلقتنا النهاردة. أستاذة فاطمة، في محيط العيلة إيه أول شعور أو انطباع بياخدوه عن حضرتك لما بتكوني لسه كاتبة حاجة جديدة كده وخارجة بقى فرحانة من أوضتك؟ أيوة، للأسف، وبحب أقول لك للأسف فعلا، إن أول ما أخلص كتابة وأقرأ اللي أنا كتبته لحد لازم يقول لي أنت ليه بتكتبي حزين؟ يعني ده الانطباع الأول والدائم والسائد عن أي حاجة أنا بكتبها، إن الشكل العام بيبقى حزين. و حاولت بقصيدة مصر أو بالخواطر بتاعتي اللي هي مصر مكملة، حاولت أغير المود الحزين ده وأخرج شوية للمود الوطني اللي انت سمعته دلوقتي وعجبك متهيألي. مرسي. وكمان حاولت أغير وكتبت حاجة تانية برضو لطيفة شوية، فرش شوية. حصل إن في بنت صغيرة عندها 14 سنة طلبت من باباها إن هو يعمل لها هدية السنة دي مختلفة. يعني قالت لبابا انت بتعمل لي كل سنة نفس الهدية بنفس الطريقة، عاوزة هدية مختلفة. ففي الحقيقة كنت الرجل صديق، هو طلب مني ان انا اعمل قصيدة باسم البنت، حاجة لطيفة للبنت تفرح البنت. عملتها فعلا، والبنت اسمها شيرين، كتبت لها حاجة عجبتها قوي والبنت حفظتها ولسه بتقولها لحد دلوقتي هي واصحابها. نحب تسمعها؟ طب يا ريت حضرتك تسمعنا بمنك. طيب. النهارده البنت اسمها شيرين، قلت لها حبيبة بابا والاسم شيرين، ست البنات وست الحلوين، بنتي الغالية وأم أبوها، فرحة قلبي وقلب أخوها، طيبة ودلوعة وحلوة، اسمها لحن الأجمل غنوة، شيرين حياتي وحياة البيت، ونن عيني مهما حيت، مين زيي وعندي شيرين، خفة دم وعيون حلوين، والطعامة مش هقول لك طعمة سكر قد ايه، بس ممكن يعني اقول لك سكرها ما تقدرش عليه، ادخل بيتنا ادور عليكي حبيبة قلب اللي بيناديكي، اسمع كلمة بابا اشوف عصفورة حلوة في السماء بتطوف، كبرت يا حلوة يا احلى عروسة، من ماما حضن ومن بابا بوسة. جميلة جدا حقيقي. الحقيقة ان الموضوع اللي انا كتبت فيه شيرين ده كان مفاجأة للناس، اصدقائي والناس اللي حواليا، ان ده مش طريقة كتابتي، مختلفة مختلفة جدا في الحقيقة. بكتب دايما تجاربي، تجارب حد من انا بعرفهم، تجارب عائلية اصدقائي، فبيبقى شكله حزين شوية. دي كانت خروج شيرين، دي كانت خروج من الستايل بتاعي اللي انا بكتب فيه. طيب بالنسبة استأذنكم بس، معانا مداخلة من أستاذة فاطمة من القاهرة. أهلا بحضرتك. ألو، هو في مشكلة؟ كان في وزن اتصال. ألو، الخير. أي مساء النور. أنا مع حضرتك دكتورة فاطمة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الصوت كده وصل؟ تمام، سامعاكي. انا بحييكم على البرنامج الجميل دوت. انا كنت متابعاكم في القناه الثانيه اللي انتوا كنتوا بتعملوا فيها شغلكم، بجد شغل رائع، وبتحترموا عقليه المشاهد. ربنا يخليكي وحبيبتي. تسلمي والله. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، ويعني اتمنى تقدموا لنا حاجات كده جميل. الظاهر في مشكله في الصوت، اتصلي معانا تاني وان شاء الله مع حضرتك، وشكرا طبعا لاتصالك لينا. تمام. في مداخلات معانا تاني؟ لا خلاص كده تمام. طيب بالنسبة احنا للجيل اللي طالع فيه دلوقتي، سواء انا او ندى او محمد، المعظم مننا او الاغلب مش بيحب قراية الكتب. هل ده عشان صفحات الكتب طويلة، ولا هل تأثير السوشيال ميديا علينا دلوقتي مؤثر بشكل كبير؟ لا، انتوا ماشيين تطور طبيعي للحياة اللي انتوا بتعيشوها. يعني شيء طبيعي جدا اللي انتوا فيه النهاردة، انكم مش حابين تقروا كتاب، ده شيء عادي. احنا مستوعبين، احنا الكبار مستوعبين الفكره دي، ان انتوا فعلا مش هينفع تمسكوا كتاب تقروه، لانكم طالعين مع وسائل ميديا يعني مجنونه. انتوا في ايديكم
3 4 5 10 20 وسيله تعرفوا بيها اخبار الدنيا غير الكتاب اللي احنا طلعنا وتعودنا عليه. بالظبط. احنا طلعنا وكبرنا مع الكتاب، طلعنا عرفنا التليفون ده بعد فتره طويله جدا واحنا شباب كبار دخلنا التليفونات بيوتنا. انتوا صغيرين قد كده طالعين على التليفون في البيت والايباد والتابلت واللابتوب طالعين بكل الحاجات دي. تعرفي حتى الكليات النهارده ما بقاش فيه كتب وملزمه ومذكره زي زمان. انتوا كمان متهيألي عارفين اغلبيه الشغل او في الجامعات عامه الدراسه بقت اغلبيتها اونلاين وما بقاش فيه نظام الكتب والامتحانات دي، قلت جدا عن الاول فعلا. مظبوط. فالنهارده مش هينفع تطلبي من شاب في سنكم انه يقعد يشوف حد بيكتب زي الحاجه زي اللي انا بكتبه او غيري وتقولي له ده كاتب ومنزل قصيده او منزل حاجه اقعد اقراها وتعالى نجيب ونفتح كتاب ونشوف ديوان شعر، لا مش هيعمل كده. مش ممكن صعب. يعمل كده، هيستسهل. هيدور على الطريقه الاسهل اللي هو بيحبها الاسرع اللي هو اتعود عليه. فده يخلينا احنا نعمل ايه؟ احنا نحول الحاجات اللي احنا بنكتبها دي بدل ما نقعد نقولها للشباب كده ونقول له افتح كتاب واقرا، لا احنا ممكن نعملها له بالطريقه اللي هو بيحبها، ننزلها على القنوات يوتيوب الحاجات اللي انتوا بتعرفوها تحملوها بطريقه معينه. طبعا احنا الناس الكبار مش شاب، يعني انا مش شابه يعني زيكم، فما اعرفش بتعملوا ايه بالظبط عشان تحولوا الحاجات دي لطرق سهله بسيطه مبسطه بالنسبه لكم تبقى سهله عليكم. تمام. معانا مداخله تليفونيه من استاذ خالد. الو الو. ايوه الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك يا فندم. انا طبعا بحييكم على البرنامج الجميل ده وعلى باقه المذاعات الجمال، وبقول لكم ربنا يوفقكم في البرنامج لان الواحد بيتابعكم بصراحه يعني مجموعه جميله جدا، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. طب ايه راي حضرتك في قصائد استاذه فاطمه؟ لا ما شاء الله كاتبه ما شاء الله متمكنه من كلامها ومن الكلمات بتاعتها ما شاء الله، ومعبره جدا في اللي هي بتقول يعني. فانا بدعو لكم بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. تمام، شكرا لاتصالك معانا، شكرا لحضرتك جدا. استاذه فاطمه، ايه اكتر الكتابات اللي كتبتيها ولقيتي ان هي فعلا فيها تفاعل واثرت على اللي حواليك بشكل كبير؟ هل في مثلا كتابه معينه او حاجه مميزه لقيتي ان فعلا فيها تفاعل وان هي اثرت في اللي حواليك؟ بصي يا ندى، معظم اللي بكتبه لما اصدقائي بيقروه بيقولوا لي انت بتعبري عننا. تمام. بالفعل مش عايزه اقول لك كلهم بيقولوا لي انت بتعبري عننا، انت بتوصفي احساسنا اللي احنا حاسينه واللي احنا شاعرين بيه، انت بتوظفيه في صوره كلام وبتقولي الكلام ده بطريقتك بيأثر فينا. كل واحده بتقرا اللي انا بكتبه بتقول لي دي تجربه شخصيه ليا، ازاي انت قريتي جوايا، ازاي انت كتبتي اللي انا كان نفسي اعبر عنه. تمام. طب في حاجه مثلا ممكن حضرتك تقوليها لنا دلوقتي بما انك معانا بقى هنستغلك بقى معلش. ايوه حاضر. هسمعك حاجه. طب اتفضل. كتبتها يمكن من 3 شهور فاتت، اسمها اوراق شجر. تمام مع حضرتك. قلت احنا البشر اوراق شجر بنخاف من الخريف مع انه قدر، وكل ورقة ورزقها وليها كتابها عند ربها. يا ورقة الشجر بيجي الصيف تضحك لك السما، وفي الربيع بتضحكي وتفرحي إنما، يجي لك شتا يبيتك تدوري على الدفا في فرشتك، لكن يا ورقة في الخريف عودك بيدبل ويصبح ضعيف، وتقعي على الأرض وخلاص وتدوس عليك أقدام الناس. ما هي كل ورقة ورحلتها، يا تسيب لنا كرهها يا محبتها، ورقة تطول على الشجر كتير لا يهزها ريح ولا أعاصير، ورقة تقع على الأرض بدري يدوس عليها الزمن ويجري، ودي ورقة راحت وتاهت في الفضا، ما هو ده المصير وده القضا، وكل ورقة وليها معاد تنتهي لما يدوس عليها العباد. بجد حقيقي جميله جدا ما شاء الله يعني. طب انا ممكن اعرف من حضرتك هل دي موهبه ولا اخذتي ده ورثتيه من حد، وهل ورثتيه كمان ولا لا؟ والله موهبه، وما كنتش من زمان مش وانا في شبابي بكتب، لا لما كبرت شويه وحكايه وفاه والدتي اول حاجه فرقت معايا واثرت فيا. الله يرحمه. الله يرحمه. ده اللي فرق معايا شويه،
خلاني اكتب ومن ساعتها ما بطلتش. هي دي البدايه، دي كانت البدايه. لكن حكايه ورثت دي يمكن اولادي اتجاههم علمي قوي، اولادي اتجاههم مش ادبي زي يعني. يمكن عندي اخواتي، اختي هيام وهند بيرسموا، خالتي الكبيره خالتي سعديه بتكتب اشعار، ست كاتبه رائعه جميله قوي قوي. انما المواهب في العيله عندنا محدوده مش كتير قوي، واتجاههم غالبا علمي، دكاتره مهندسين، مش في دماغهم قوي الاتجاه الادبي. تمام. طب هل في عقبات وقفت قصاد حضرتك وانت مثلا ان انت مدرسه لغه فرنش وان انت برضو بتكتبي، في عقبات وقفت قصادك؟ لا اطلاقا اطلاقا. بصي، طول ما انت عارفه انت عاوزه تعملي ايه مش ممكن يقابلك عقبات ابدا. تمام. صدقيني لو حطيتي المقوله دي في قلبك وفي دماغك وفي تفكيرك دايما طول الوقت مش هيقابلك عقبات، طول ما انت عارفه انت عاوزه ايه. ايه طول ما انا عارفه هدفي اللي هو لا انا هقدر اوصل للحاجه دي. طبيعي هتوصلي وان شاء الله مفيش عقبات تقابلك. يا رب. وافترضي ان هتقابلك عقبه لازم انت تدمريها. تمام. مش لازم ابدا تسيبي اي عقبه توقفك او تعطل مشوارك اللي انت ناويه عليه. بالظبط. تمام. طب نطلع فاصل ونرجع نستكمل حلقتنا النهارده مع الاستاذه فاطمه المليجي. عندك موهبة في أي مجال في الرياضة؟ هل اشتغلت على نفسك كثير ولم تجد فرصتك؟ نفسك في نادي يكتشف موهبتك وينميها؟ الآن انضم الابليكيشن ديتاكت وسوف تكون لاعب في أحسن الأندية وتصل لحلمك وتظهر موهبتك في مجال الرياضة الذي تحبه. ابليكيشن فرنسي مجانية فيه أشهر الأندية التي ستكتشف موهبتك، وكلما تسجل فيديوهات أكثر سيكون تقييمك أعلى وفرصتك ستكون أكبر. بتمارين وتحديات تستطيع عملها بأبسط الأدوات وأيضا الأندية والإيجنت. تستطيع أن تسجل معنا وتحميل فيديوهات وتمارين للاعبين لاكتشاف مواهبهم، وأيضا تستطيع أن تحدد لهم اختبارات وتختار الموهبة المناسبة. كل المطلوب منك أن تحمل الأبليكيشن وتسجل عليه وتظهر مواهبك. التحدي كبير وأنت ستكون كبير. عندك موهبة في أي مجال في الرياضة؟ هل اشتغلت على نفسك كثير ولم تجد فرصتك؟ نفسك في نادي يكتشف موهبتك وينميها؟ الآن انضم الابليكيشن ديتاكت وسوف تكون لاعب في أحسن الأندية وتصل لحلمك وتظهر موهبتك في مجال الرياضة الذي تحبه. ابليكيشن فرنسي مجانية فيه أشهر الأندية التي ستكتشف موهبتك، وكلما تسجل فيديوهات أكثر سيكون تقييمك أعلى وفرصتك ستكون أكبر. بتمارين وتحديات تستطيع عملها بأبسط الأدوات وأيضا الأندية والإيجنت. تستطيع أن تسجل معنا وتحميل فيديوهات وتمارين للاعبين لاكتشاف مواهبهم، وأيضا تستطيع أن تحدد لهم اختبارات وتختار الموهبة المناسبة. كل المطلوب منك أن تحمل الأبليكيشن وتسجل عليه وتظهر مواهبك. التحدي كبير وأنت ستكون كبير. أبليكيشن ديتكت، حلمك سيكون حقيقة. ورجعنا لكم بعد الفاصل في استكمال حلقتنا النهارده. استاذه فاطمه، تنصحي الجيل الحالي بايه اللي عايز يدخل المجال الكتابه والكلام ده؟ بص يا محمد، انصحك وانصح الشباب اللي زيك وانصح نفسي كمان. ليه؟ لو نصحتك بالقراءه يبقى ده اللي انت محتاجه في السن بتاعك ده، في محيط علاقاتك، في محيط دراستك. لو انت عاوز تتعلم الكتابه لازم تقرأ، القراءة الكتير، الاطلاع، استخدم السوشيال ميديا اللي انتوا شاطرين فيها دي، استخدموها بقى، لان معظمكم الحقيقة بيستخدم السوشيال ميديا مش في المكان الصحيح. يعني ايوه اتفرج على افلام واتبسط واستمتع بوقتك، ولكن خلي جزء من وقتك للقراءة والاطلاع، ده بينفعك بكرة لما تكبر وفي محيط دراستك، لما تتجوز بكرة وتجيب أولاد إن شاء الله، يبقى برضو قادر تخدم أولادك بأنك أب قارئ ومطلع ومثقف. تمام. حضرتك نورتينا النهاردة
وبجد اتبسطنا جدا بالحوار مع حضرتك، وان شاء الله ننتظر منك كل جديد باذن الله. باذن الله. شكرا. حقيقي احنا كنا محظوظين جدا ان احنا كنا مع حضرتك والله، وزي ما بيقولوا الوقت الحلو بيخلص بسرعه. ميرسي يا محمد. اتبسطنا جدا مع حضرتك، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. استنونا في كل جديد ان شاء الله الاسبوع القادم.